أغنى 10 رجال في المغرب. سلام الله عليكم متابعين قناة مستر نعيم، مرحبا بكم. في هذا الفيديو سنقدم لكم قائمة أغنى رجال في المغرب. لقد نشرت مجلة فوربس قائمة أغنى الأغنياء المغرب، وجاء الترتيب كالتالي: في المركز العاشر سعيد لعلج، رجل أعمال مغربي وهو مالك ورئيس صنا الصناعية، وهي شركة استثمارية في المغرب تبلغ ثروته حوالي 590 مليون دولار أمريكي، أي 590 مليار مغربية. في المركز التاسع علي وكريم، وهو رجل أعمال مغربي ويمتلك جزءا ضمن مجموعة أكوا مع الملياردير عزيز أخنوش، تبلغ ثروته 600 مليون دولار أمريكي، أي 600 مليار مغربية. في المركز الثامن محمد حسن بن صالح بن شقرون، هو رجل أعمال مغربي ورئيس ثم مدير تنفيذي لمجموعة هولا ماركو، وتبلغ ثروته 800 مليون دولار أمريكي، أي 800 مليار مغربية. في المركز السابع مولاي حفيظ العالمي، رجل أعمال وسياسي مغربي ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في حكومة بن كيران الثانية، هو رئيس ومؤسس لشركة سهام المختصة في مجالات التأمين والخدمات المالية والتوزيع التجاري، وقد بلغت ثروته أكثر من 900 مليون دولار أمريكي، أي 900 مليار مغربية. في المركز السادس إبراهيم زنيبر، فلاح مغربي ورجل أعمال وصانع خمور، بحيث يمتلك زنيبر مجموعة ديانا تقدر ثروته بحوالي 1 مليار دولار أمريكي، أي 1000 مليار مغربية. في المركز الخامس أنس صفريوي، هو رجل أعمال مغربي ومدير العام لمجموعة الضحى. في سنة 1987 انطلق من مجال البناء والعقار، ولكن الانطلاقة الحقيقية تاع الصفريوي كانت بعد تكليفه في إطار إنجاز 200 ألف سكن اقتصادي مدعوما من الحكومة في عهد الحسن الثاني، وقد بلغت ثروته أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي، أي 1200 مليار مغربية. وقد جاء في المركز الرابع ميلود الشعبي، وهو أحد رجال أعمال من عائلة قروية متواضعة من نواحي مدينة صويرة، وهو مؤسس ومدير العام لمجموعة الاقتصادية بيينا وملك سلسلة فنادق الرياض موغادور، وأيضا سلسلة أسواق السلام التي تعد أول سلسلة سوبر ماركت عصرية لا تبيع الخمور، تبلغ ثروته حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، أي 1300 مليار مغربية. توفي سنة 2016 بألمانيا. في المركز الثالث عثمان بن جلون، هو مصرفي ورجل أعمال مغربي ورئيس لمجموعة الاقتصادية فينانسكو التي تراقب نحو 25% من سوق التأمين بالمغرب، ومدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، تبلغ ثروته 1.3 مليار دولار أمريكي، أي 1300 مليار مغربية. في المركز الثاني عزيز أخنوش، ملياردير مغربي رئيس مجموعة أكوا صاحبة العلامة التجارية إفريقيا غاز، وهو الأمين العام لحزب تجمع الوطني الأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تبلغ ثروته أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، أي 2000 مليار مغربية. وحل في المركز الأول محمد الحسن العلوي، وهو ملك المغرب، وهو الملك 23 لسلالة العلويين، يمتلك مجموعة من الشركات على رأسها شركة أونا التي تضم شركة المناجم ومركزية الحليب وكوزيمار وشركة بيمو وكذا لوسيور، وأيضا أسواق مرجان وأسيمة وشركات أخرى، وتبلغ ثروته 5.8 مليار دولار أمريكي، أي 5800 مليار مغربية. بهذا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، ولا تنسوا وضع لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. إلى اللقاء.